علاقتنا مع إيطاليا هي علاقة قديمة جدا في التاريخ، ووقفت إيطاليا بجانب الجزائر دائما في الحالة الصعبة، وكانت الجزائر بجانب إيطاليا دوما. وما نشهده اليوم هو ثمار اللقاء الذي كان بين السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإيطالي، التي دفعت بعجلة التعاون إلى اتجاه إيجابي جدا. ونشهد اليوم هذا اللقاء. هذا اللقاء هو في الحقيقة عبارة عن الكثير من اللقاءات اللي كانت سابقا في مجال التعاون مع إيطاليا. اليوم لنا هذه الشاحنة اللي هي شاحنة طبية لها كل المعدات للتشخيص المبكر لكل المسائل المتعلقة بأمراض السرطان وللسكري وللسمنة وغيرها. فهما اثنين وإحنا راح نستعملوهم خاصة في المؤسسات الجوارية للتشخيص بالخصوص. وهذا النوع تقريبا يتماشى مع سياسة الجزائر التي تنطلق من مبدأ أن الوقاية خير من العلاج، وهذه هي الوسائل التي تسمح لنا بالتشخيص في هذا المجال. فشكرا جزيلا لشركة أوني.